يبدو أن المصاعب تتوالى على الشعب العراقي فيما أن حلت أزمة الكورونا وما زالت تنخر البنى التحتية للمواطن، حتى استجدت غيرها بارتفاع درجات الحرارة والعزوف الملحوظ عن السياحة الدينية في كربلاء. السياحة متأثرة من زمان، مو اليوم، مو من المنظومة الكهربائية. السياحة خاصة السياحة الدينية في محافظاتنا المقدسة تأثرت بعد مظاهرات وبعد جائحة كورونا، وإحنا بعدنا ما خلصنا من أزمة الكورونا، دخلنا بأزمة الكهرباء. حاليا انهيار السياحة الدينية بالمحافظات المقدسة مع انهيار المنظومة الكهربائية. انقطاع التيار الكهربائي المستمر يضع المواطن بين معاناة الإيجار المرتفع وأسعار المحروقات اليومية للسيطرة على حرارة الجو التي بلغت نصف درجة الغليان، بالوقت الذي تجد 3 محطات لتوليد الطاقة الكهربائية في كربلاء معدومة الكهرباء. يابا بالنسبة للكهرباء هذا الشيء كلش ممنوع عندنا، احنا اصلا كأنما شلون شيء حرام علينا احنا بالشعب العراقي. انا عايش ببلدي بس ما مرتاح، ليش؟ يعني العالم كله مرتاح واني بالكهرباء ما اكون نهائيا، خاصه بكربلاء. كربلاء مقدسه ومعروفه على مستوى العالم. زين زين، محافظ كربلاء مو يدري انه عندنا 3 محطات بكربلاء؟ وين المدى ينطين يعني للخارج؟ لو شنو يعني هسه احنا قاعدين هنا على باب الله، كل شيء ماكو، يجينا الزبون هاي حالته، اقول لك مي، اريد مي بارد، اريد فد شيء. الكهرباء يعني بالنسبه لموضوع انقطاع الكهرباء اثر علينا تاثير كلش كبير، لانه احنا محلات وننطي ايجارات مرتفعه، شيء لو المولدات قبل 3 سنوات 4 من مركز المدينه قالوا بعد ما تنطفي الكهرباء بكربلاء بالمدينه وقطعوا الخطوط وهذا، وهسه ظلينا هاي الوضعيه. شوفها كل المولدات وكساد بسبب الجو الحار، حتى سواح ماكو، زوار ماكو، ما حد يجي يتبضع. ما زال العراقي يعاني أزمات مستمرة، كانت للكورونا الحصة الأكبر وتنتهي اليوم بارتفاع درجات الحرارة وانقطاع مستمر للتيار الكهربائي، مما أدى إلى عزوف السواح لمحافظة كربلاء. بقناة التغيير الفضائية جاسم الهميم، كربلاء.